الله يفتح ريسك يا شرف، ما عندك سوالف في الحريم الحريم يا اخوي. وش بك يا اخوي علي؟ وش بك؟ اترك عنك الهيلط والهرج الفاضي، ما ابو احسن من الحريم، ما ابو احلى من الحريم. والثروه اللي انت تشوفها ذي كلها من ورا الحريم، الله لا يحرمنا منهم. خبرك يا اخوي خبرك، تحط عليك العجيز والعجائز ثم تتزوجها ثم تاخذ اللي وراها واللي قدامها وتخليها. لكن اتركها بالمعروف واشوف غيره. امي شنب، في سياره برا مره حلو، في خرمه يبغوا كلام سوين تابعه مره. وسياره زينه؟ لا لا لا، ده رزق وجاب. تكفي يا اخوي علي، اذا تاخرت سك المكتبه ولاوه. يا اخوي وش ذا يا اخوي؟ يقول لنا حدة صدق الرزقة في رجليها. شايف يا شنب، شنب يا آنسة، يسمونه شنب طال عمرك. شنب والنعم يا شنب. شوف يا شنب، أنا عندي قصر مليت من الوحدة عايشة جوته. بصراحة مساحة القصر 20,000 متر، وأبغاك تجي معايا وتشوفه. إذا عندك زبون يشتري، أنا ما أبغى غير بس 50 مليون فيه. إيش قلت؟ أبشري أبشري طال عمرك، البيع والمشترى لعبتي، بس العنوان، العنوان أعطيني ياو. ياو؟ واو. إيش ياو هادي؟ تعال، خير البر عاجله. تعال أركب معايا ونروح نشوفه. لي الشرف، لي الشرف إني أركب معك يا عرزي. عرزي؟ هاي عرزي حلوة هادي. طب تعال لا تستحي، تعال أركب. كني شايفتك بالماسنجر حقي. شايفتني أنا؟ ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل القصر ده ليت. شفت بعينك؟ صدقني لولا الوحده ما كان ابيعه. الوحده؟ اثرت انت اللي تصرفين على نادي الوحده. دمك شربت. شفت يا الرجاجيل ذولا اللي انت تهرجين عنهم؟ شلون؟ شلون يتركون جوهره مصونه مثل توحيده؟ لا 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 ابدا، تعال شوفهم ينغش ونغش كده في الفيسبوك حقي، المعجبات والمعجبين. صدقني كده ينغش ونغش بالهكي. الفيسبوك وعرفناه، بس وش هو اللي ينغش ده يا ام الهكي؟ عارف ليش انا اقول لك؟ لانه كلهم دول اللي تقدموا لي طمعانين فيا وفي ثروتي يا شنبو، عشان كده أنا ما وافقت ولا قبلت ولا واحد. أنا أبغى الراجل اللي يحبني، اللي يعطيني الرومانسية، اللي يهنيني ويهشكني يا شنبو. وش دعوة؟ موجود الرجال، موجود، شوفيه قدامك بذع بذع، موجود الرومانسية والحب. وحتى شوفي صفحتي على الفيسبوك، ينغنشون ينغنشون مثل الرز. والله ينغش نغش. وش الهرج الفاضي ده يا لطيفة؟ الحين لو انت سقعتن بذاك ازين من قعدت بذا قدام ذولا وقدام ذا. انت ورا ما تروح تكملهم سنة بالبلوت وقدام الملت. وش الهرج الفاضي ده؟ فيلم مصري حنا. عشان انا عندي شروط يا شنبو، ولازم اقول للمأذون عليها. انت عارف انا خايفة لا تكون انت داخل علي على طمع. انا داخل على طمع؟ ادخل بصبة، ادخل بنخلف نص الشارع، ولا ادخل على طمع يا بعد الدنيا. طيب شروطي اصلها كلها رمزية.